مستمرين معاك كابتن هيثم، كابتن معايا نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن ابو النصر، ما شاء الله عليك، امسك الخشب، دفاع كويس، عملت كل حاجه النهارده في الباسكت، قاعد في وسط الشيب بيك النهارده، كنت نجم من نجوم فريق النادي الاهلي النهارده، مباراه صعبت بس هو ده النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي، اهل الكوره بلس 90، اهل الباسكت ما تيأس منه، ودايما تخلي بالك من النادي الاهلي، النادي الاهلي باذن الله ما يخسرش في ملعبه كمان. طبعا النادي الاهلي فوق كل شيء، وروح الفانيلا دي حاجه بجد مش كلام، اللي بيلعب جوه الكيان ده واللي بيلعب جوه النادي ده بيعرف قيمته لما يشوف الناس دي كلها والمتابعين وجمهور الاهلي ويسمعهم وهم بيتكلموا وهم بيشجعوه في الماتش، ده بيخليك يعني معلش تبقى عايز تعمل فوق طاقتك مرتين ثلاثه كمان. فنادي الاهلي لا غنى عنه في الكلام، يعني الحمد لله الفرقه رجاله، كنا محتاجين الفوز ده بعد الفتره الصعبه اللي احنا عدينا بيها بكميه الاصابات. الحمد لله احنا كنا ماسكين في الجيم لاخر وقت، يمكن بدانا الماتش بدانا الجيم مش احسن حاجه، بس الحمد لله الروح هي اللي رجعتنا للجيم وثقتنا في نفسنا وقومنا بعض في الملعب، هو ده اللي خلانا نكسب وننهيها بالفوز الحمد لله. اللاعب الامريكي في الزمالك ما شاء الله خطير جدا جدا، ولكن انت النهارده معاه ابطلت مفعوله فترات كبيره جدا من المباراه، وكان في مناوشات على طول بينك وبينه طول المباراه. والله بص، هو المشكله ان اللي بين اللعيبه ممكن الحكم ما يسمعوش، فهو يعني كان في بيني وبينه كلام كتير في الملعب، يعني شويه مشادات وكده، بس الحكم في الاول وفي الاخر بيبقى هو الفيصل، يقول لك لازم اسمع هو بيقول ايه في الاول وفي الاخر. هو طبعا هو كي بلاير بتاعهم، هو مدى الخطوره بتاعه، هو لما بيوقف الفرقه بتاعته بتوقف، ما فيش حد تاني بيقدر يلعبهم. فالحمد لله يعني قدرت ان انا اكون اساعد الفرقه في النقطه ديت وان انا اوقفه، وربنا يكرمنا يعني الحمد لله في اللي جاي. انقاذ الذات. والله بص، النادي الاهلي عودنا على كده، يعني المكسب ده كلنا بننبسط وكلنا بنبسط جمهورنا، وده اللي يهمنا، ونفسنا ان احنا نفرح الناس بالدوري السنه دي، نفسنا جدا في كل البطولات، يعني الحمد لله ربنا كرمنا اول بطوله ان شاء الله الكاس والدوري بتوعنا باذن الله، وان شاء الله هنفرحهم والدوري بتاعنا باذن الله. كابتن هيثم وضيفه بيحييك وبيقول لك ما شاء الله عليك ومتالق ودايما تتالق. حبيبي كابتن هيثم ده قدوه بتاعتنا، الف تحيه ليه، والله ربنا يخليك كابتن هيثم، ودي شهاده دايما لما بتقابلني، والله بتديني روح معنويه بتفرق معايا في الملعب كتير. حبيبك كابتن هيثم، الله يبارك فيك.